بص يا جماعة، ده الحكم بتاع الشهر اهو الموافق 10/8/2022. السيد المستشار الفاضل ادهم فهيم يحيى فهيم، السيد المستشار الفاضل وليد زكي ابو الحسن، السيد المستشار الفاضل محمد صلاح البيطار، السيد المستشار الفاضل مصطفى نادر وكيل النيابة، أمين السر محمد علي علام في القضية 83/22 جرحى الرصاص. تمام؟ أنا خدت فيها شهر. يوم كام؟ يوم 10/8. يوم كام؟ 10/8. يوم 6/4 معايا المستشار أدم فهيم يحيى فهيم نفس القاضي، أستاذ وليد زكي أبو الحسن نفس القاضي، أستاذ محمد سداد مستشار محمد صلاح نفس القاضي، إداني عن نفس الموضوع 6/4 براءة. 6/4 براءة، 10/8 شهر. نفس الموضوع ونفس القاضي ونفس المتهم ولنفس المحكمة، ولن أتحدث أكثر من ذلك عشان بحترم القضاء والقانون. تاني هم ده 6/4 نفس الموضوع، نفس الموضوع براءة. يوم 10/8 نفس السادة القضاء ونفس الموضوع شهر الحبس. هذه وجهة نظره، نفس الموضوع نفس المتهم نفس المبنى عليه نفس المضرور هو هو، لكن له كل احترام وتقدير. هذا تقديره وهذا حكمه الاولاني اللي وراه عن نفس الموضوع الساعات وماده اللي الخطيب قال ايه لا دختي يا عم، ده واحده ماده 62، ده انت مجد اختك لسه ميته من اسبوع. الموضوع الاتقياء والانقياء، لا دختي خلاص، وتحملني وبتحمليني وبنحترم قضاءنا، لان قضاء مصر قضاء عظيم. حتى لو قاضي غلط، في الاف من القضاة ما بيغلطوش، واللي غلط فينا بقول لكم حكم 159 صفحة، حكم 3 صفحات 159 صفحة النار، وهناخد حقنا بالقانون. لا طلعنا شتمنا القاضي ولا قلنا ايه دول، ولا السفالة اللي احنا شايفينها اليومين دول على قضاة مصر. نيجي بقى على الحجز، اخر حاجة عشان انتوا عايزين تعرفوا الصفقات. بالنسبة للحجز يا جماعة اهو، في 2019 ممدوح عباس راح عمل حجز على اموال النادي في كل البنوك. فعملنا مذكرة، اللي انا قلت لكم ده رحت قلت للقاضي. على فكرة اللي بيحجز مش قاضي عشان الناس فاهمة غلط، اللي بيحجز المحضر، عشان بتوع بره يقول لك شفت الاوضاع وعملوا الاوضاع، لا اللي بيحجز محضر. فرحنا قدمنا اللي انا حكيت لكم ده خد فلوسه قبل كده والقروض والكلام كله ده حاجات للقاضي بالمستندات. قلت له ده هو متهم في القضيه رقم 14/2018 اداري العجوزه. اللي كنت لسه بتكلم عنها بلغنا يعني ده اللي هي من 2015. طبعا قعدت تاخد ارقام ارقام لغايه ما وصلت الاموال العامه بقت 2018، الارقام بتتغير. ف سيادة القاضي يوم 27/11/2019 قبول التظلم شكلا وفي موضوع بإرجاء تنفيذ الحجز مؤقتا لحين انتهاء الامتحانات لإدارة الأموال العامة في الدعوة 14/2018 إدارة العجوزة. يتم إختار شرطة العجوزة والرقابة الجنائية بولاية أمن الجيزة بهذا الأمر ورفع الحجز أهو. إمتى؟ 2019. ساب عليه. طب واحنا نجيب اللعيبه؟ طب والجمهور يبقى مبسوط؟ انا عايز اعكنن على كل ام الجماهير دي واخليها قرفانه ومتعكننه ويقولوا بقى شفت بقى الكيد توقف دورتين، ما هو الكيد واقف ثلاث مرات، ما انا مش عارف اجيب لعيبه، اجيب لعيبه مش في ايدي، مفيش فلوس، والفلوس في البنك، والبنك خد الفلوس عشان سياده وزير الشباب المحترم قال لي من فضلك استاذ مرتضى مخالفه حط الفلوس في البنك. قلت له خدها. قال لي عشان خاطري محدش هياخدها يا فندم، هياخدها انا عارف. ايه راي سياده الوزير دلوقتي؟ اللي انا قلته حصل.
فجي عمل نفس القصة وحجز تاني على كل البنوك. فاللي انا قلته ده قدمته لسيادة القاضي التنفيذ جنوب القاهرة اول امبارح. والشيكات اللي صرف بيها وكله كله كله خده. فكان فيه حاجة واحدة ناقصة. ماذا تم في القضية رقم 14؟ لان الحجز مرفوع لغاية ما يتم التصرف في القضية. دي الشهادة طالعة امبارح 12/9 ما زالت محل تحليل. يبقى اذا الحجز ما زال مرفوع. اذا الحجز ما زال مرفوع. كل الكلام ده اتقدم لسيادة القاضي التنفيذ في محكمة الجنوب وكان منتظر الشهادة دي 12/9 قدمناها له امبارح لان رفع الحجز المرة اللي فاتت كان لحين التصرف في القضية. هل تم التصرف؟ نيابة شمال الجيزة ايه؟ شهادة من واقع الجدول لم يتم التصرف في القضية. القضية ما زالت متداولة في التحقيقات. نحن ننتظر النهاردة أو بكرة بكثير إن الحجز يترفع. بس مش هسيب كده في مكة. مش هسيب جنيه في بنك بعد كده. اعملها مخالفة، اعملها اي حاجة، احبسني. بس النادي مش هيقف. لا اجتماعيا ولا انشائيا ولا رياضيا. اللي انت عندك اللي عندك اعمله. وده اللي انا قلته.